بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتك اجمل مع هبه. النهارده بقى هننظف مع بعض البوتاجاز. طبعا كتير بننظف مع بعض البوتاجاز اللي هو السطح دوت، ودوت هعمله معاكم دلوقتي، لكن النهارده هننظف البوتاجاز شامل كل حاجه، يعني شامل الفرن، شامل كمان الجوانب وباب الفرن والظهر بتاع البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. يعني هنمسك البوتاجاز نفصصه حته حته و نخليه زي الفل. زي ما انتوا شايفين كده البوتاجاز عندي متدمر، ده كده حال كل يوم، يعني كل يوم بيبقى بنفس شكل دوت كده بعد الغدا. اوريدي كل يوم بنعمل الشكل دوت، لكن ساعات كتير مننا بينسى يعمل الجوانب بتاعه البوتاجاز. زي ما انت شايفه كده جانب البوتاجاز، بصي متدمر، يعني متدمر. شايفاه عامل ازاي دوت كده؟ انا سايباه بقالي فتره طويله علشان خاطر نعمله مع بعض ان شاء الله النهارده، وهقول لك هنعمله ازاي بحاجات كده مكوناتها عندك في البيت. يعني مش هنشتري حاجات غاليه عشان خاطر ننظف بيها، لا، هنعمل على قد امكانياتنا. يعني الحاجه اللي موجوده عندك في البيت هي اللي هننظف بيها. طبعا الميه متوفره عندك طبعا، والصابون هنحط شويه صابون كده بس محترمين شويه، يعني حوالي كده نص كوبايه بالشكل دوت. ومعانا بقى طبعا السلكه اللي هي الدايره دي زي ما انتم شايفينها كده، وكمان الخل اهو، خل العادي بتاع الاكل بتاعنا العادي زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. هحط حوالي كوباية بالشكل ده كده، وهدلق كمان. يعني ممكن تستغني عن ازازة خل بمعنى اصح، يعني اهو بالشكل ده كده. هبدأ اعمل ايه؟ اول حاجة هشيل الفيشة بتاعت البوتاجاز. اوعي تنسي ما تشيليش الفيشة، لان طبعا هنستخدم مية وهنستخدم كهرباء، مية وصابون، فممكن يحصل حاجة لا قدر الله. فشيلي الفيشة عشان ما يحصلش حاجة وترجعي تقولي ايه هبة السبب. ادينا متفقين من الاول. هسمي الله بقى كده معاكم، بسم الله، ونبدأ مع بعض نغسل البوتاجاز. طبعا السطح دوت غسلناه مع بعض كتير، بس همشي معاكم كده السلكة كده ونشوف هنغسله تاني ازاي. طبعا الحتة دي انا قلتلكوا قبل كده اللي هي محروقة مني فمش بتنضف، بس انا بحاول كده على قد ما بقدر بعمل. طبعا العيون انا غسلتها وغسلت كمان الحوامل بنفس الشكل دوت، وسبتهم يصفوا عشان خاطر وقت الفيديو ما يطولش. بصي دلوقتي خلصت البوتاجاز، بس طبعا لسه ما نشفتوش ولا شطفت ولا اي حاجه. هبدا اعمل معاكي ظهر البوتاجاز زي ما انت شايفه كده كله دهون. بصوا الشكل دوت كده بجد، يعني الخل ده حاجه ابداع. ما تقعديش بقى تقولي لي ايه منظفات وحاجات غاليه وكلام دوت، لا، على قد اللي عندك، على قد امكانياتك ممكن تنظفي شقتك وتخليها زي الفل. يعني شويه ميه وشويه صابون هيخلوا لك الدنيا عندك زي الفل. ما تقعديش تقولي لا اصل انا مش عندي دوني عشان اغسل الغسيل، لا اصل انا مش عندي اسمه ايه ده، نسيتوني اسمه والله، اصل انا مش عندي ديتول علشان خاطر انضف امسح الشقه. لا يا جماعه، لا، مش بالحاجات الغاليه والله، بس اهم حاجه ان انت تبقي راضيه، والحاجات اللي عندك على قد اللي عندك استخدميها بالشكل دوت كده. انا يعتبر نضفتها، بصي بقت ناعمه ازاي، ما بقاش فيها دهون خالص. هعمل الناحيه الثانيه ديت رخرة. طبعا ما تنسيش الظهر بتاع البوتاجاز اهو بالشكل دوت كده. انا عملت الوش وقفلته كده عشان اعمل الظهر، وعملت طبعا الحته دي لان الحته اللي فوق اللي هي بتاعت الظهر دي بيبقى متكون عليها دهون جامده جدا، لكن بحده سلكه زي ما انت شايفه كده بتنضف وبتبقى ناعمه زي الفل، مش محتاجه بقى مزيل للدهون ولا الكلام ده. حته سلكه وشويه ميه وشويه صابون، بصي، والخل طبعا بيديها لمعان وتبقى زي الفل. هعمل بقى باقي الظهر دوت، وبعد كده اخرج البوتاجاز من مكانه ونعمل مع بعض الجوانب. بس قبل ما نعملها هوريها لك شكلها عامله ازاي عشان لما تشوفي النتيجه تبقي منبهره. بصي بالشكل دوت كده، ده جنب البوتاجاز اللي من الناحيه اليمين. طبعا عشان انا عندي البوتاجاز من ناحيتي، من ناحيه حيطه ومن الناحيه الثانيه المطبخ، فبيبقى الجوانب دي مش باينه، بس طبعا لازم ننظفها. شايفه شكلها عامل ازاي اهو بالشكل دوت كده، شكل الجنب بتاع البوتاجاز. طبعا انا مش هسيبه بالشكل دوت كده، وهبدا بالسلكه بتاعتي ادعكه زي ما انت شايفه كده. مش بياخد منك وقت خالص،
ولا بياخد منك اي حاجة، بس اهم حاجة يبقى نظيف. وطبعا النتيجة انت هتبقي منبهرة بيها لان انت عملتي انجاز، وما تسيبهوش للدرجة ديت. انا سبته عشان خاطر اوريه لكم بس، لكن انا كل شهر بعمله، وساعات بعمله كل اسبوعين، يعني مش بطول عليه، وبطلعه كده وبعمل الجوانب بتاعته. بصي دلوقتي بقى بعد ما خلصت البوتاجاز وبقى معايا زي الفل زي ما انت شايفة كده، وده كمان بقى الوش بتاعه، الباب بقى خليته زي الفل زي ما انت شايفة، وكمان الزراير. تعالى اوريكي بقى الجنب بتاعه عملت فيه. بصي دلوقتي بقى بعد ما خلصت جنب البوتاجاز بالشكل دوت، بس انا مش قادره اجي كده شويه ولا كده شويه لان هو مرايه بالشكل دوت كده. انا خلصت خلاص زي ما انت شايفه، اهو زي الفل ما فيهوش اي حاجه، وده الجنب التاني نفس القصه، ومن فوق كمان زي الفل اهو. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يعجبك. لو عجبك بقى الفيديو بتاعي ما تنسيش تدوسي لي لايك، ولو انت اول مره تشرفيني ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي. وانتظروا بقى الفيديو اللي بعد دوت، ازاي هنلزق الاستيكر بتاع البوتاجاز من غير تعب، من غير لما نيجي نشيله يتعبنا جدا على ظهر البوتاجاز. انتظروا الفيديو ده لان فيديو جامد جدا 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 جدا، وانا عارفه ان في ناس كتير قوي بتخاف تلزق الاستيكر دوت عشان لما بتشال بيبقى صعب جدا، لكن معايا انا ان شاء الله هيبقى سهل جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.